تنفيذا لقرار السيد رئيس الجمهورية القاضي ببرمجة مطار الأغواط من أجل نقل حجاج ولايتي الأغواط والجلفة إلى البقاع المقدسة مباشرة. أشرفنا رفقة زميلي السيد والي ولاية الجلفة على أول رحلة التي تنطلق من مطار الأغواط مطار أحمد الدغري باتجاه البقاع المقدسة، والتي تضم 298 حاج وحاجة من ولايتي الأغواط والجلفة. شكرا للسلطات الجزائرية اللي وفرت لنا هذا الخطر المطار من الأغواط، وفرت علينا بزاف مشقة باش نروح الجزائر ونجي ونعاود نروح ونجي وبزاف. احنا رانا مشوقين ان شاء الله، طلبونا ربي ان شاء الله يسهلنا.